أقوى وأذكى وألطف، ولنتمتع بالتسامح ونرسم الابتسامة على وجوهنا في رمضان. قوي الملاحظة. أوه صخرة. يتحرى بذكاء. ها؟ ما هذا؟ يستكشف الأدلة. لما هذا الزر هنا؟ كابتن جرجور الخارق بطل ينير سماءنا. في إحدى المزارع الريفية وجدت النعجة نفسها في كومة من المشاكل. يا خروف الريف؟ نعجة. النعجة هي المشكلة؟ أنا نعجة وقد أضعت إبرة الحياكة. مشكلة بسيطة، سأقوم بإطلاق قوة الملاحظة الخارقة لأجدها. أها وجدتها، إنها معك. لا داعي للشكر، فهذا طبعا واجب الكابتن جرجور الخارق. لا 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 لا, لا, لا. يا كابتن جرجور الخارق، بل الإبرة الأخرى. أحتاج إبرتين لأحك سدرة صوفيا، أضعت إحداها في كومة القش هذه. إذن السؤال هو كيف نجد إبرة في كومة قش؟ أوه أشعر أني سمعت هذه الجملة من قبل. أوه حقا؟ إذن علي ملاحظة المشكلة عن قرب. مه؟ ابتعدي. لا لا عن إبرة الحياكة في كومة القش هي كالبحث عن إبرة في شيء يصعب البحث عنها فيه. يا سلام. لكن لا تقلقي يا خروف. نعجة. على راحتك، حان وقت إطلاق قوة التكنولوجيا. تكنولوجيا؟ نعم يا كومة الصوف، سأفتش في جورب الأدوات. سأقوم باستعمال بوقي. ستستعمل البوق؟ نعم، للبحث عن الإبرة. يا إبرة الحياكة، أنت محاصرة، استسلمي واخرجي الآن. هيا هيا. كابتن جرجور، إبرة الحياكة لن تسمع، فليس لها أذنان وليس لها يدان لتستسلم. دعيني أنا. من الصعب ملاحظة إبرة الحياكة، إنها تلمع. ذلك لأنها من المعدن. إذن ما نحتاجه هو شيء يلتقط المعدن. سأفتش جوربي مرة أخرى. ماذا تفعل حدوة الحصان في جوربي؟ هي إنه مغناطيس. لكن لماذا هو ملتصق بخوذتي؟ لأن المغناطيس يجذب المعدن، والخوذة مصنوعة من المعدن. إبرة الحياكة معدنية أيضاً. أتساءل إذا كان المغناطيس سينجذب. إلى إبرة الحياكة. لكن لحظة، خطرت لي فكرة. قد يساعدنا المغناطيس في العثور على إبرة الحياكة. كابتن جرجور، حقاً ما أذكاك. حان وقت إطلاق قوة الاستكشاف الخارقة. مغناطيس، حان دورك. ها هي، إنها إبرة الحياكة. هذه ليست إبرة الحياكة. جرسي، بحثت عنه في كل مكان. شكراً. لا داعي. أحدث المغناطيس، من أنت؟ أنا أتعب والمغناطيس هو البطل. لا يا كابتن جرجور، فأنت من وجد المغناطيس. نعم، هيا يا مغناطيس، أرنا جاذبيتك. ها هي إبرة الحياكة. لا. دلو الطعام، وأخيراً وقت النّنّة.
شكرا جزيلا. إنه واجبي. كنت أحدث المغناطيس. كيف جذب المغناطيس الدلو والجرس؟ جذبهما لأنهما مصنوعان من المعدن. ولكني قمت باستعماله عدة مرات ولم أستطع أن أجد. إبرة الحياكة، لقد وجدتها أخيرا. شكرا شكرا. نعم نعم، تقصدين المغناطيس صح؟ لا، بل أقصدك أنت. شكرا يا كابتن غرغور الخارق. يمكنني الآن الحياكة. وهكذا تعلم الكابتن غرغور أن المغناطيس هو أداة لجذب المعادن. هذا صحيح. واو، لقد وجدت عربتي. شكرا شكرا شكرا. لا داعي لتشكر كابتن غرغور الخارق. كنت أحدث المغناطيس. طبعا. طازجة. هذا اليقطين هو بالضبط ما أحتاج إليه من أجل فطيرة اليقطين. سأخذ واحدة من فضلك. ثلاث قطع نقدية من فضلك. شكرا. ويوما سعيدا. هذا المزارع يبدو سعيدا حقا. أظنه سعيدا بالفعل يا بيل. أوه، نسيت التوابل، سأعود حالا. واو، ما الأشياء التي تجعل المزارع سعيدا؟ مرحبا بالجميع، يا له من سؤال رائع. هيا نلعب ونكتشف. مرحبا بكم في تحدي اختر بحكمة. لعبة اليوم تسمى المزارع السعيد، مع المتسابقين إلمو وبيل. وأنتم للفوز في اللعبة يجب أن تختاروا الأشياء التي تجعل المزارع سعيدا. سقوط المطر على المحاصيل، أو الطيور تأكل المحصول، أو بيع الخضروات، أو ضوء الشمس. لديكم 30 ثانية. هيا. أوه، إلمو يعرف شيئاً يجعل المزارع سعيداً. بيع الخضروات. بالتأكيد هذا صحيح. ماذا أيضاً؟ المطر يساعد المحاصيل على النمو، لذا أنا متأكدة أن المطر يجعل المزارع سعيداً. صحيح. ثانيةً، ماذا أيضاً يجعل المزارع سعيداً؟ دور إلمو. إلمو يحب الطيور، لذا ربما الطيور تجعل المزارع سعيداً. أوه، آسف جداً، لكن هذا ليس صحيحاً. تلك الطيور تأكل المحاصيل، هذا لن يجعل المزارع سعيد أبداً. هل يمكنكم مساعدة إلمو في اختيار ما يجعل المزارع سعيداً؟ هذا صحيح، ضوء الشمس. المحاصيل تحتاج ضوء الشمس كي تنمو. عندما تنمو المحاصيل تجعل المزارع سعيدا. نجحتم. شكرا على لعبكم معي اللطيف والسعيد جدا غرغور. أمي، هذه فطيرة اليقطين الخاصة بالمزارع السعيد لذيذة جدا. نعم، كما تقول أمي دائما، عملنا يمكن أن يجعلنا سعداء. تعرفون ما يمكن أن يسعدني؟
قليل من فطيرة اليقطين اللذيذة. إلى ما يحتاج المزارع؟ المزارع يحتاج لتربة صحية وبذور عشان يزرع. بذر مشان يزرع مي. مي وسيدز التراب إشي يحفر فيه الأرض، البذر، بذور، مياه وتل. بحتاج بارة وحصان أو خروف. بذرة نعطيه هدية أو مثلثات شكلها كديناصور لطيف. تريدون أن تعرفوا ما نريد أن نصبح حين نكبر؟ إذا استمعوا لأمنيتنا. أيها نحن البنات ذكيات.